علاقات تمتد من حركات التحرر وتاريخ طويل لهذا التحرر من الدول الإفريقية المختلفة، وأيضا تحديات تفرض في العصر الحالي سواء على النظم الصحية نتيجة جائحة كورونا أو تغيرات مناخية ربما طالت الدول الإفريقية بالشكل الأكثر سلبا في ظل ممارسات لدول متقدمة لا تخلص فيها الإرادة الكافية الكثير من الإجراءات التي ربما تحد من هذه التغيرات المناخية. وبالطبع هناك استضافة لمصر لكوب 27 هذا العام في شرم الشيخ، وعلى رأس الأولويات الدول الإفريقية وما يطالها من هذه السلبيات وكيفية الحد منها. علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والسنغال، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز، وأسهمت في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس سنغال. واستمراراً لعمق العلاقات بين البلدين وانفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل عام 2019 بزيارة لدكار استقبله خلالها الرئيس ماكي سال، حيث أكد الرئيس السنغالي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية وخبراتها وتجاربها الناجحة في مجالات تنمية البنية التحتية وتشييد المدن الجديدة وإنشاء مشروعات الكباري والطرق والطاقة والسياحة، وذلك في إطار دعم خطة السنغال البازغة للتنمية الاقتصادية. وإيمانا من مصر بالدور المهم الذي تطلع به السنغال على المستوى الإفريقي، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، كما عبر الرئيس كذلك عن اعتزاز مصر بدورها في دعم جهود التنمية بالسنغال عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية. وفي إطار تدعيم آليات العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، تشارك مصر سنوياً في منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في 2014، حيث يبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب بالقارة الإفريقية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن بالقارة الإفريقية. عمق العلاقات المصرية السنغالية تؤسس لبدء علاقات شراكة مهمة متميزة تنعكس آثارها إيجاباً على حركة التنمية بالبلدين وعلى قدرة القارة الإفريقية على مواجهة تحدياتها بنفسها.